بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة: فصل وشرائط وجوب القصاص أربعة. تقدم معنا أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قتل عمد وقتل خطأ وقتل شبه عمد، وأن القتل العمد يترتب عليه القصاص، وكذلك الجناية عمدا حتى وإن لم يكن قتلا، كان اعتدى على شخص فقطع يده عمدا يترتب فيه القصاص، ولذلك نقول إن جناية العمد يترتب عليها القصاص، لكن هذا القصاص الذي يترتب على جناية العمد له شروط المصنف رحمه الله وقال إنها أربعة وسنزيد شرطا خامسا، فقال: وشرائط وجوب القصاص أربعة. الشرط الأول والثاني أن يكون القاتل بالغا عاقلا، فلو أن صبيا قتل أو مجنونا قتل فلا قصاص، أي لا يقتص من الصبي ولا يقتص من المجنون، واضح؟ لأن القاتل هنا ليس مكلفا، ليس بالغا ولا عاقلا. والشرط الثالث ألا يكون القاتل والدا للمقتول. كلمة القاتل جدها للإيضاح، ألا يكون القاتل والدا للمقتول، والمراد بكونه والدا أي ألا يكون أصلا من أصوله أبا أو جدا أما أو جدة، فلو كان أصلا من أصوله فلا قصاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد للولد من والده، أي لا يقتص للوالد من ولده، واضح أو لا؟ هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع يتعلق بالمقتول ليس بالقاتل، يعني الشرط الأول والثاني والثالث يتعلق بالقاتل، يشترط في القاتل أن يكون بالغا عاقلا وألا يكون والدا للمقتول، هذه شروط القاتل. طيب الشرط الرابع لا يتعلق بالقاتل، يتعلق بالمقتول، ماذا يشترط في المقتول؟ قال: وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، واضح؟ ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، فلو قتل مسلم كافرا هل يقتل به؟ لا يقتل به، لماذا؟ لأن المقتول أنقص من القاتل بكفر، أيا كان نوع الكفر، سواء كان كافرا ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو محربيا أو مرتدا، أيا كان. ولو قتل حر عبدا فلا قصاص، لماذا؟ لأن المقتول أنقص من القاتل برق، واضح؟ إذن الشرط الرابع ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. الشرط الخامس الذي نزيده أن يكون المقتول معصوما، أن يكون المقتول معصوما، فلو كان المقتول زانيا محصنا، واضح؟ أو كان المقتول تارك صلاة قد أمره الإمام بالصلاة فقتله شخص، يعني مسلم قتل زانيا محصنا، هل نقتص من القاتل؟ مسلم قتل مسلما لكنه زان محصن، هل نقتص من القاتل؟ لا. لماذا لا؟
لأن هذا المقتول مهدر الدم، مهدر الدم يجب قتله، الزاني المحصن يجب قتله، صح؟ لو أن مسلما قتل تارك صلاة قد أمره الإمام بالصلاة وأبى، واضح؟ هل نقتص من القاتل؟ لا. لماذا؟ لأن المقتول مهدر ليس معصوما، فهمتم؟ إذن الشرط الخامس ما هو؟ أن يكون المقتول معصوما، فلو كان المقتول غير معصوم فلا قصاص على القاتل، لو كان المقتول غير معصوم فلا قصاص على القاتل، كتبتم؟ ما هو الشرط الخامس؟ أن يكون المقتول معصوما، أن يكون المقتول معصوما، فلو كان إيش نقول؟ فلو كان غير معصوم، أي المقتول غير معصوم، فلا قصاص على القاتل، فهمتم؟ أين بقيتكم اليوم؟ أين عبد الرحمن؟ معاذ عبد الرحمن، خير؟ من معهم؟ دينار معهم؟ أخبرتم أستاذ سنيف؟ ماذا لا تخبروه؟ ما صحيح؟ قال رحمه الله تعالى: وتقتل الجماعة بالواحد، لو أن جماعة تواطؤوا على قتل واحد وقتلوه فإنهم يقتلون به، فإنهم يقتلون به. واشترط الفقهاء أن يكون فعل كل واحد منهم يقتل بنفسه. نعم. قال: وتقتل الجماعة بالواحد. ثم قال، يعني هو لماذا ذكر هذه الجملة؟ يريد أن يقول لك ليس من شروط القصاص، ليس من شروط القصاص التساوي بين القاتل والمقتول، يعني يكون واحد هنا وواحد هنا، لا يشترط التساوي بالعدد، لا يشترط التساوي بالعدد، يعني حتى لو 15 قتلوا شخصا يقتلون به، واضح؟ فالتساوي في العدد واضح ليس شرطا، ولذلك قال: وتقتل الجماعة بالواحد. هذا كله الذي تقدم يتعلق بالقصاص بالنفس، أي إذا حصل قتل، ثم ذكر لك ما يتعلق بالقصاص بالأطراف، قطع يد شخص عمدا، تقطع يد المبتدئ، صح؟ قطع رجل شخص عمدا، أخرج عين شخص عمدا، نفس الكلام، العين بالعين، السن بالسن، إلى آخره. قال هنا: وكل شخص جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. الشروط السابقة التي اشترطناها في قصاص النفس أيضا تشترط في قصاص الأطراف. ما هي الشروط؟ أن يكون القاتل بالغا عاقلا، وأن لا يكون والدا، وأن لا يكون المقتول أنقص منه بكفر أو رق، تمام، وأن يكون المقتول معصوما. هنا ماذا سنقول؟ نقول أن يكون المعتدي ليس القاتل، ما في قتل هنا في الأطراف، ما في قتل لكن في اعتداء، صح؟ أن يكون المعتدي بالغا، وأن يكون المعتدي عاقلا، وأن لا يكون المعتدي والدا للمعتدى عليه، صح؟ وأن لا يكون المعتدى عليه أنقص بكفر أو رق، وأن يكون المعتدى عليه إيش؟ معصوم. خمسة شروط، فهمتم؟ بارك الله فيكم. خمسة شروط. هل في شروط زائدة في الأطراف؟ قال نعم، يوجد شرطان زائدان، يكون الشرط الكم والكم؟ السادس
والثاني الثالث والسابع ما هما؟ قال وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة التي تقدمت وهي الأربعة وزدتكم الخامس اثنان. الشرط الأول الاشتراك في الاسم الخاص. إيش معنى الاشتراك في الاسم الخاص؟ قال اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. فإذا قطع زيد يد عمرو اليمنى، قطع زيد يد عمرو اليمنى، تمام، فإننا نقطع يد زيد اليمنى. طيب لو تراضيا قال خلاص أنا أوافق أن نقطع يد زيد اليسرى، لا 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 نحتاج إلى اليمنى، اليسرى. نقول لا يصح القصاص، إما أن تقطع اليمنى وإما عفو. واضح؟ لا يصح القصاص، لا بد من الاشتراك في الاسم الخاص. قطع أذنه اليمنى، إذا نقطع أذن المعتدي اليمنى. خلع عينه اليسرى، إذا نقلع عينه اليسرى. لا بد من الاتحاد في الاسم الخاص. فهمتم؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وألا يكون بأحد الطرفين شلل. فلو قطع زيد يد عمرو الشلاء، ما معنى الشلاء؟ التي لا يمكنه تحريكها، مريضة. لو قطع زيد يد عمرو الشلاء هل تقطع يد زيد الصحيحة؟ هل تقطع يد زيد الصحيحة بيد شلة؟ لا. ولذلك في الزبد واشرط تساوي الطرفين في المحل، في المحل أي يمين يمين يسار يسار، واشرط تساوي الطرفين في المحل لم تنقطع صحيحة بذي شلل، لم تنقطع صحيحة بذي شلل. نعم. قال وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان. واحد الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وألا يكون بأحد الطرفين شلل. ثم هذه قاعدة التي ستأتي الآن. وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص. القصاص في ماذا؟ في كل عضو أخذ من مفصل. لو قطعت الأصبع من هنا من مفصل، أو اليد من هنا، أو من هنا، أو من هنا، ففيه القصاص. لماذا؟ لأنه يتيسر ضبطه، يمكن ضبطه، ويمكن تحقق المماثلة، لأن الله عز وجل شرع التماثل في القصاص. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ايش؟ بمثل ما اعتدى عليه. فلما اشترط المماثله نظرنا اين تتحقق، فاذا كانت تتحقق اقمنا القصاص. تتحقق المماثله اذا اخذ العضو من المفصل. قال وكل عضو اخذ من مفصل ففيه القصاص. ثم قال ولا قصاص في الجروح. خدش إنسان رأس إنسان أو ألماه، لا قصاص في هذا. لماذا؟ لأنه لا ينضبط، لا تتحقق فيه المماثلة، وحينئذ يحكم فيه القاضي بحكومة، وهي غرامة أو مال يقدره القاضي، يرجع إلى اجتهاد القاضي، يسمى حكومة. قال ولا قصاص في الجروح إلا في جرح واحد وهو الموضحة. ما معنى الموضحة؟ الجرح الذي يتضح فيه العظم، هذا فيه قصاص. لماذا؟ لأنه يمكن فيه المماثلة، فالعظم قد صار واضحا فيمكن فيه المماثلة فيتيسر انضباطه. قال رحمه الله تعالى فصل والدية على ضربين. قلت لكم فيما سبق
قتل ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. قتل العمد تترتب عليه ثلاثة أمور: القصاص واحد، فإن عفوا فدية، والكفارة. الكفارة تترتب مطلقا، واضح؟ الكفارة مطلقا. إذا نقول ما يترتب على القتل العمد: الكفارة واحد، والقصاص اثنين، والثالث ما هو؟ والثالث الدية إذا عفوا عن القصاص، تمام؟ أما قتل الخطأ وشبه العمد يترتب عليه أمران، ما هما؟ الدية والكفارة. الآن ما هي الدية؟ سيبين لك في هذا الفصل الدية وما يتعلق بها من أحكام. فقال: والدية على ضربين، مغلظة ومخففة. قال: فالمغلظة، متى تكون الدية مغلظة؟ في قتل العمد، في قتل العمد. ومتى تكون مغلظة؟ أيضا في شبه العمد. ومتى تكون مخففة؟ في الخطأ. إذا تكون مغلظة في العمد وشبه العمد، وتكون مخففة في الخطأ. قال: والدية على ضربين مغلظة ومخففة. فالمغلظة 100 من الإبل، 30 حقة. ما معنى حقة؟ مر معنى في الزكاة، ما معنى حقة؟ ما تم لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة. و30 جذع، ما تم لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة. و40 خليفة، ما معنى خليفة؟ في بطونها أولادها، هذا تقصيده صعب، واضح؟ قال: والمخففة 100 من الإبل، 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت لبون، و20 بنت لبون. إيش معنى بنت لبون؟ تم لها 2 سنوات. و20 ابن لبون، تم لها 2 سنوات أيضا. و20 بنت مخاض، تم لها 1 سنة. تمام؟ قلت لكم: دية الخطأ مخففة، دية العمد وشبه العمد مغلظة، لكن دية العمد تكون على القاتل حالة، وشبه العمد تكون على العاقلة مؤجلة إلى 3 سنين. قال: فإن عدمت الإبل، ما في إبل، واضح؟ فإن عدمت الإبل كحال بلادكم، ما في إبل، صح قليلا. فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، ينتقل إلى قيمتها، كم قيمتها؟ غالية، انتقل إلى قيمتها. هذا القول الجديد المعتمد، انتقل إلى قيمتها. القول القديم طبعا قيمتها بلغت ما بلغت كم ما كان، واضح؟ القول القديم ينتقل إلى شيء مقدر، ما هو؟ وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أي ذهبي، أو 12,000 درهم أي فضي. يعني حتى لو كانت قيمة الإبل مثلا، لو قلنا الآن قيمة الإبل 15,000 دينار على القول القديم، يجب كم؟ 1000 فقط، يجب 1000 دينار. يعني القديم مقدر، الجديد تنظر إلى قيمة الإبل مهما بلغت، قد تكون أقل من 1000 دينار، قد تكون أكثر، لا ينظر. قال: وقيل، هذا تضعيف، وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12,000 درهم، واضح؟ ثم قال رحمه الله: وإن غلظت زيد عليها الثلث. غلظت زيد عليها الثلث، هذا غير معتمد، هذا غير معتمد، فلا زيادة في العدد، المعتمد أنه لا زيادة في العدد، واضح؟
إنما التغليظ كما سيأتي في دية الخطأ يكون بالصفة لا بالفعل. وتغلظ، وتغلظ وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع. وتغلظ ماذا؟ دية الخطأ. قوله دية الخطأ هذا أي أخذ دية العمد وشبه العمد فلا تغلظ. وهنا تأتي القاعدة الفقهية التي تقول المكبر لا يكبر، المغلظ لا يغلظ. فدية العمد مغلظة ودية شبه العمد مغلظة، فلا تزداد تغليظا، لا يزاد في تغليظها، لا يزاد في تكبيرها، واضح؟ ولذلك قال ودية وتغلظ دية الخطأ. كيف تغلظ دية الخطأ؟ دية الخطأ مثلثة أو مخمسة؟ مخمسة. إذا غلظت تصبح مثلثة. إذا التغليظ هنا في زيادة العدد أو في تغيير الصفة؟ في تغيير الصفة. فمعنى التغليظ في دية الخطأ أنها تنتقل من كونها مخمسة إلى كونها مثلثة، تنتقل من كونها مخمسة إلى كونها مثلثة. قال وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع. واحد، إذا قتل في الحرم، هذا الموضع الأول. إذا قتل أين؟ في الحرم. والموضع الثاني إذا أو قتل في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، واضح؟ إذا قتل في الحرم أو قتل في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم محرم. إيش معنى ذا رحم محرم؟ يعني قتل شخصا يتصف بصفتين. الصفة الأولى أنه ذو رحم، والصفة الثانية أنه ذو محرم أيضا. مثال، قتل ذا رحم محرم، مثل العم، العم ذوي الأرحام أو لا؟ ذوي الأرحام محرم أو لا؟ محرم، يحرم التناكح، صح؟ طيب، الخال، طيب لو قتل ذا رحم فقط مثل بنت العم ابن الخال، بنت العم وابن الخال من ذوي الأرحام أو لا؟ من ذوي الأرحام أو لا؟ من ذوي الأرحام، لكن هل هم محارم؟ ليسوا محارم، صح؟ هل تغلظ دية الخطأ؟ هل تغلظ دية الخطأ؟ متى تغلظ؟ إذا قتل ماذا؟ ذا رحم محرم، هنا ذا رحم فقط، لكنه ليس محرما. هل تغلظ دية الخطأ ولا تغلظ؟ لا تغلظ. طيب لو قتل محرما فقط، لكن ليس من ذوي الأرحام، مثل أخ من الرضاع، أو أم الزوجة. أخ من الرضاع، توجد محرمية أو لا توجد محرمية؟ توجد محرمية. هل هو من ذوي الأرحام؟ لا. أم الزوجة، أم الزوجة إيش؟ محرمية موجودة أو لا؟ موجودة. من ذوي الأرحام؟ لا. هل تغلظ هنا؟ لا. هل تغلظ هنا؟ لا. متى تغلظ دية الخطأ؟ إذا قتل ذا رحم، فإن قتل ذا رحم فقط أو قتل محرما فقط فلا تغليظ. فهمتم؟ واضح؟ ثم قال وتغلظ دية الخطأ. تغلظ دية الخطأ، هل تغلظ دية العمد وشبه العمد؟ لا. إذا قوله دية الخطأ هذا قيد،
قالوا تغلظ دية الخطأ. في ثلاثة مواضع، إذا قتل في الحرم، أي حرم يقصد؟ حرم مكي فقط، حرم مكي فقط. هناك أحكام خاصة بالحرم المكي، مر معنا الصلاة في أوقات النهي يستثنى منها الحرم المكي فقط، مر معنا في الحج أن الفدية تحرم، أن الفدية تجب على من قتل الصيد أو قطع الشجر في الحرم المكي فقط، وإن كان يحرم في الحرم المدني لكن بدون فدية. وجوب الفدية خاص بالحرم. هنا تغلظ الدية إذا حصل القتل أين؟ في الحرم المكي فقط. إذن بعض الأحكام تختص بالحرم المكي فقط دون المدني. قال: إذا قتل في الحرم المكي أو قتل في الأشهر الحرم. ما هي الأربعة يا حمزة؟ الأشهر الحرم ما هي؟ الحجة، حرم، رجب. أحسن. أو قتل رحم محرم، تمام. ثم بعد ذلك ذكر لك الديات، فقال: ودية المرأة على النصف من دية الرجل. دية المسلم الذكر الحر كم؟ 100 من الإبل. دية المسلمة 50 من الإبل. واضح؟ دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. كم تكون ثلث دية المسلم؟ 33 وثلث، صح؟ هذه دية اليهودي والنصراني. دية اليهودية والنصرانية كم؟ نصفها، نصف 33 وثلث، نصف يعني كم يكون؟ 16 وثلثين. 16 وثلثين. هذا علم ضروري، ضروري يحتاج إلى نظر وسجال. وأما المجوسي ومثله غير من الكفار كعبادة الأوثان، تمام. المجوسي طبعا يعبدون، تمام. قال: وأما المجوسي ففيه ثلث عشر دية المسلم. كم ثلث عشر دية المسلم؟ كم عشر دية المسلم؟ 10، صح. كم ثلثاها؟ 6 6 وثلثان، 6 وثلثان، صح. دية المسلم كم؟ 6 دية المسلم 10 من الإبل. ثلثاها كم؟ ثلثا العشر كم؟ 6 6 وثلثان، صح. 10 تقسمها على 3، 3 وثلث، زائدا 3 وثلث، صح. 6 وثلثان، واضح. قال: وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم. طيب، والمجوسية فيها 3 من الإبل وثلث، أي نصف دية المجوسي، واضح. ثم قال: وتكمل دية النفس في قطع اليدين. قطع يد واحدة، قطع يد واحدة نصف الدية، قطع يدين دية كاملة، واضح. قال: وتكمل دية النفس. كم دية النفس؟ 100 من الإبل. متى تكمل؟ إذا قطعت
تعالى وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين، لو قطع رجل واحد نصف دية. قال والأنف، أي لو قطع جميع الأنف دية كاملة. تمام. قال والأذنين، أي لو قطع الأذنان دية كاملة، قطع أحدهما نصف دية. والعينان، أي لو فقعت العينان دية كاملة، لو نصف دية. قال والجفون الأربعة، الجفون العلوي والسفلي في اليمنى، العلوي والسفلي في اليسرى، لو أزيلت الأربعة دية كاملة، وفي كل واحد ربع دية، في كل واحد ربع دية. قال واللسان، أي ولو قطع اللسان ففيه دية كاملة، كذلك لو قطعت الشفتان دية كاملة. هذا ما يتعلق بالأعضاء. ثم ذكر المنافع، منافع الأعضاء، فقال وذهاب الكلام. انظر هنا لم يقطع اللسان، اللسان موجود لكنه أصبح غير قادر على الكلام، فما الذي ذهب؟ العضو أو منفعة العضو؟ منفعة العضو. قال وذهاب الكلام، أي فيه دية كاملة، وذهاب البصر دية كاملة، وذهاب السمع أي دية كاملة، وذهاب الشم، وذهاب العقل، وذهاب وقطع الذكر وقطع الأنثيين، كل ذلك فيه دية كاملة. ثم قال وفي الموضحة، تقدم معك أن الموضحة يثبت فيها القصاص أو لا يثبت؟ يثبت. طيب إذا قال أنا لا أريد القصاص أريد الدية، كم الدية في الموضحة؟ قال وفي الموضحة والسن أي الواحدة خمس من الإبل، في الموضحة والسن الواحدة خمس من الإبل، وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة يقدرها من الحاكم. ثم قال لك ودية العبد قيمته، دية العبد كم؟ بالغة ما بلغت، حتى ولو كانت قيمته أعلى من 100 من الإبل، واضح؟ فتجب القيمة. قال ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة، أي عبد أو أمة، والغرة هي النسمة. فإذا اعتدى شخص على امرأة حامل، الحر فأسقط جنينها، فأسقط جنينها، فالواجب عليه دية. كم مقدارها؟ مقدارها عبد أو أمة، بشرط أن يكون هذا العبد أو الأمة يساوي عشر دية الأم. إذا كانت الأم مسلمة، إذا كانت هذه الأم مسلمة، تمام، كم ديتها؟ 50. كم عشر الخمسون؟ كم عشر الخمسين؟ 5. إذن لابد أن يكون، أن تكون قيمة العبد أو قيمة الأمة تساوي 5 للإبل، واضح؟ أيوة. طيب لو كان، بارك الله فيكم، أم هذا الجنين كتابية، أم هذا الجنين كتابية، يشترط أن تكون دية هذا الجنين تساوي ماذا؟ عشر دية الأم. كم دية الكتابية؟ 16 وثلثين. كم عشرها؟ 16، تقسم تقريبا 1 فاصل كذا، تقريبا 1.6 تقريبا، يعني ناقة وثلثين تقريبا، هكذا ناقة وثلثين، واضح؟ إذن يشترط أن يكون قيمة هذا العبد أو الأمة تساوي هذا المقدار، واضح؟ هذا المراد. قال هنا هذا ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة. ودية الجنين الرقيق،
عشر قيمة أمه. دية الجنين الرقيق إيش؟ عشر قيمة أمه. يعني لو قيمة الأم مثلا 30 من الإبل، كم دية الجنين العبد؟ 3 من الإبل. كيف يكون الجنين عبد؟ تبعا لأمه. إذا كانت أمه أمة هو عبد، لأن الفرع يتبع أمه في الرق والحرية، كما مر معكم في أبيات السيوطي: ويتبع الفرع في انتساب أباه والأم في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الأعلى، والذي اشتد في جزاء ودية، وأخذت الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي، حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية. إيش معنى اللوث؟ اللوث معناه القرينة، والمراد هنا أن يوجد شخص مقتول في مكان لا يعرف قاتله، لكن توجد قرينة أن فلانا هو الذي قتله، إما لعداوة بينهما سابقة وهدده بالقتل، أو لأنه خرج مثلا من نحو غابة أو بستان، أي هذا الشخص وهو يحمل سكينا فيها دم أو نحو ذلك. واضح؟ نحن لم نرى جريمة القتل، لا يوجد من شهد جريمة القتل، لكن قامت قرينة على أن فلان هو القاتل، فدعا أولياء الدم. نفترض أن ابن المقتول ادعى عند القاضي أن فلانا قتل أبي، فإذا ادعى أن فلانا قتل أباه فإنه يجب أن يعين القاتل، يقول فلان هذا، أنا أتهم فلان هذا بأنه قتل أبي مثلا، وأن يبين صفة القتل، هل هو قتل عمد أو خطأ أو شبه عمد، ثم يحلف 50 يمينا. فإذا حلف 50 يمينا استحق الدية. هل يترتب القصاص؟ لو كان يتهمه بقتل عمد لا يترتب القصاص، فالقسامة لا يترتب عليها قصاص، وإنما الدية فقط. انظر ماذا قال: وإذا اقترن بدعوى الدم لوث. ما معنى لوث؟ أي قرينة تدل على صدق المدعي، ولذلك قال: يقع به في النفس صدق المدعي، حلف المدعي 50 يمينا. طيب، فإن كان المدعي اثنان، ابنان للميت، الحمد لله، فإذا كان المدعي اثنان، مثلا الشخص المقتول عنده ابنان وهما قاما بالدعوة، نقول 50 تقسم عليكما، أنت تحلف نصفها وهو يحلف نصفها. قال: حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية. وإن لم يكن هناك لوث، ما في قرينة، فمن يحلف؟ هل يحلف المدعي؟ لا. قال: فاليمين على المدعى عليه. يحلف المدعى عليه إذا اتهم بأنه ما قتل، واضح؟ يحلف بأنه ما قتل. ثم قال الآن: بارك الله فيكم، أنا قلت لكم وأعيد هذا، القتل إذا كان قتل عمد كم تترتب عليه أمور؟ 3: الكفارة والقصاص، ذكرنا شروط القصاص، والدية، ذكرنا أحكام الدية. الكفارة هذه ذكرها هنا فقال: وعلى قاتل النفس. النفس، أيش من نفس؟ أي نفس؟ فأنت تفيد العموم، من قتل نفسا، أي نفس، سواء كانت نفس مسلم أو كافر، حر أو عبد، صغير أو كبير، عاقل أو مجنون، ذكر أو أنثى، أي نفس. المهم الضابط فيها نفس آدمي معصوم،
آدمي أخرج من؟ غير الآدمي. فمن قتل قطة لا يصوم شهر متتابعين، واضح أو لا؟ من ذبح شاة يصوم شهر متتابعين؟ لا، واضح أو لا؟ يعتق رقبة؟ لا، واضح. إذن الشرط الأول أن تكون نفس ماذا؟ آدمي. الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ معصوما. فلو كان غير معصوم مثل كافر حربي أو مرتد أو زان محصن أو تارك صلاة بعد أمر الإمام له، واضح أو لا؟ هل يجب الصوم؟ لا. هل تجب الكفارة؟ لا. إذن قوله وعلى قاتل النفس هذا عام، يشمل كل آدمي معصوم. قال وعلى قاتل النفس محرمة، أي المحرم قتلها كفارة. ما هي الكفارة؟ قال عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة. تقدم هذا الشرط الأول الإيمان، والشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالكسب والعمل. تمام؟ أيوة. ويؤخذ من قوله رقبة أنها تكون كاملة كما مر معنا في الظهار. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هل إذا لم يستطع ينتقل إلى الإطعام؟ هنا لا يوجد إطعام، خلافا لما ذكره الشارح ابن قاسم الغزي. قال فإن لم يستطع الصوم انتقل إلى الإطعام، ما ذكره على خلاف المعتمد. وهذا إحدى مسألتين، إحدى مسألتين المتن فيها يذكر القول المعتمد، واضح، والشارح يذكر القول غير المعتمد. تمام؟ هذه مسألة، ومسألة أخرى ابحثوا أنتم عنها. تمام؟ قال رحمه الله وعلى قاتل نفس محرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لكن إذا مات قبل التمكن من صيام شهرين متتابعين، واضح، فإن وليه يطعم عنه أو يصوم عنه، كما مر في الصيام فيمن مات وعليه صوم قام عنه وليه أو أطعمه بالتفصيل السابق، وجوبا إن ترك تركة، ندبا إن لم يترك تركة. فهمتم؟ ثم قال رحمه الله كتاب الحدود. الحدود جمع حد. ما معنى الحد لغة؟ ما معنى الحد لغة؟ الحد المنع. الحد لغة المنع، ولذلك يسمى التعريف حدا. لماذا يسمى التعريف حدا؟ لأنه يمنع غيره من الدخول فيه، يمنع غير المحدود من الدخول فيه. الحد لغة ما معناه؟ المنع. يقولون حدود البلاد، ما معنى حدود البلاد؟ يمنع الدخول فيها، صح؟ أيوة. قال كتاب الحدود. المراد بالحد هنا عند الفقهاء ما هو؟ عقوبة مقدرة شرع. عقوبة مقدرة شرع. قولهم مقدرة شرعا أخرج التعذير، فإنها عقوبة ليست مقدرة شرعا. قال كتاب الحدود. قال والزاني على ضربين. أول حد بدأ به حد الزنا، لأن عقوبته إذا كان محصنا شديدة. فقال والزاني على ضربين. ما معنى الزنا؟ ما معنى الزنا؟ الزنا إيلاه المكلف عشفته في فرج محرم لعينه بلا شبهة. هذا باختصار إيلاه. المكلف عشفته في فرج محرم لعينه
مش قلنا بلا بلا شبهة. انظر إيلاج، ما معنى إيلاج؟ إدخال. لو حصل، انتبه معي، لو حصل أن أخذ مني رجل، مني رجل تمام، ولقح به بيضة امرأة، بويضة امرأة تمام، ثم وضع في فرج المرأة، هذا ليس زينة. نعم حرام لكن ليس زينة، لا يترتب عليه حد الزينة، ليس فيه إيلاج. الزنا إيلاج، الزنا إيلاج، إدخال، هذا ليس فيه إيلاج. إيلاج حشفة، هذا ليس فيه إيلاج حشفة. فهمتم؟ واضح وغير واضح؟ نعم هو حرام، حرام، لكن هل هو زنا؟ لا ليس زنا. نعم. إذن قال إيلاج المكلف، أخرج من؟ الصبي والمجنون. قال حشفته أي جميعها، فإيلاج بعض الحشفة ليس زنا، إيلاج غير الحشفة كالأصبع ليس زنا. في فرج، فإيلاج الحشفة في غير الفرج ليس زنا. محرم، خرج به الإيلاج في فرج غير محرم كفرج الحليلة الزوجة أو الأم. لعينه، أخرج ما لو كان محرما لحائض، فإيلاج الحائض أو المحرمة. واضح ولا؟ الحائض ما حكم جماعية؟ زوجته جامع زوجته في أثناء الحيض، حرام أو لا؟ حرام، لكن لعينه أو لعارض؟ لعارض. جامع زوجته المحرمة، ما حكمه؟ حرام أو لا؟ زوجته المحرمة بنسك يا لقمان، حرام أو لا؟ حرام. لعينه أو بعارض الإحرام؟ بعارض الإحرام. إذا انتهى الإحرام تصبح حلال، صح؟ لعارض الإحرام. هل هو زنا؟ لا. الزنا أن يكون الفرج محرما لعينه ليس لعارض، كحيض أو نفاس أو إحرام، فهمتم؟ أو صوم واجب في رمضان مثلا. واضح؟ هذا تحريم لعارض. كذلك جماع الرجعية، ما حكم أن يجامع زوجته في أثناء عدة الرجعية؟ حرام أو لا؟ مر معنا في الدروس حرام، لكن هل هو حرام لعينه أو لعارض؟ لعارض وجود الطلاق، فلو راجعها هل صح أو لا؟ إذن متى يكون زنا؟ إذا كان الإيلاج محرم لعينه وليس لعارض، فهمتم؟ قال بلا شبهة، فلو حصل بشبهة كشبهة فاعل يظنها زوجته وليست كذلك، أو شبهة طريق كأن تزوج امرأة بلا ولي، هل يكون زنا؟ لا يكون زنا. إذا كم قيود عندك؟ إيلاج أخرج ما لو لم يكن ثمة إيلاج، المكلف أخرج الإيلاج من صبي ومجنون، حشفته أخرج غير الحشفة وبعض الحشفة، في فرج أخرج الإيلاج في غير الفرج، محرم أخرج فرج الحليلة من أمة وزوجة، لعينه أخرج ما لو كان حراما لعارض، بلا شبهة أخرج ما لو كان لشبهة. 1 2 3 4 5 6 7، 7 قيود، 7 قيود. تمام. قال هنا والزاني، إذن ما تعريف الزنا؟ ها سفريادي، ما تعريف الزنا؟ ما تعريف الزنا؟ إيلاج، ارفع صوتك يا سفريادي، صائم ارفع صوتك، أحسنت. إيلاج المكلف حشفته في فرج محرم لعينه بلا شبهة، احفظ التعريف.
علاج المكلف حشفته في فرج محرم لعينه بلا شبهة. قال هنا: والزاني على ضربين، أي على نوعين، محصن وغير محصن. فالمحصن حده الرجم، أي يرجم وجوبا بحجارة معتدلة بقدر ملء الكف، ويجتنب الوجه وجوبا، أي فلا يرمى في وجهه وجوبا، لا يرمى في وجهه. وغير المحصن حده 100 جلدة، وتغريب عام إلى مسافة القصر، وتغريب عام إلى مسافة القصر، فلا يجزئ تغريبه إلى دون مسافة القصر. والمرأة تغرب مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات، فإن كان المحرم مثلا لا يخرج إلا بأجرة، وجب عليها أن تدفع له الأجرة، فالأجرة تجب عليها في مالها، لا في مال بيت المال، بل في مالها هي. واضح؟ قال: وشرائط الإحصان 4. نحن قلنا الزاني المحصن ما حده؟ الرجل. متى يكون محصنا؟ في 4 شروط: البلوغ، الصبي لا يوصف بأنه محصن، والعقل، فالمجنون لا يوصف بأنه محصن، والحرية، فالعبد لا يوصف بأنه محصن، ووجود الوطئ في نكاح صحيح، أي أنه قد حصل منه وطئ في نكاح صحيح، حصل منه وطئ في نكاح صحيح. قوله في نكاح هذا قيد، أخرج ما لو حصل منه وطئ في ملك يمين فلا يكون محصنا، أخرج ما لو حصل منه وطئ في ملك يمين فلا يكون محصنا. وقوله صحيح، أخرج ما لو حصل منه وطئ في نكاح فاسد فلا يكون محصنا. إذا متى يكون محصنا؟ إذا كان بالغا، عاقلا، عرا، حصل منه وطئ في نكاح صحيح. هل يشترط في المحصن أن يكون مسلما؟ لا يشترط. ولذلك لو زنى يهودي أو نصراني وهو محصن رجم، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي زنى. واضح؟ قال هنا: والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر. إيش معنى نصف حد الحر؟ أي يجلد 50 ويغرب 6 أشهر، أما الرجم لا ينصف، صح؟ أو يرجم نصف، ها؟ يرجم نصف، كيف؟ واضح؟ قال: والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر. ثم قال: وحكم اللواط. اللواط هو الوطء في الدبر، تمام. وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا، حكم اللواط كحكم الزنا، وهو الإتيان في الدبر. لكن إتيان البهائم هذا الواجب فيه التعزير فقط، ليس له حكم الزنا. فقول المصنف هنا: وإتيان البهائم كحكم الزنا، هذا على غير المعتمد، فإن إتيان البهائم يوجب ماذا؟ يوجب التعزير، يوجب التعزير. قال: ومن وطئ فيما دون الفرج عزر. وطئ فيما دون الفرج، أو قبل، أو لمس، أو نحو ذلك، فالواجب أن يعزر. وكذلك من وطئ زوجته في الدبر يجب أن يعزر. قال: إذن الذي يوجب التعزير كم أشياء؟ 3: وطء البهيمة يجب التعزير، الوطء في غير الفرج من الأجنبية يوجب التعزير،
الوضع في دبر الزوجة يوجب التحليل. ثلاث أشياء توجب التحليل. ومن وطأ ومن يطأ بهيمة أو دبر زوجته أو دون فرج عزر، أي وجوبا. فقوله هنا عزر أبهم الحكم، أي عزر وجوبا، أي عزر وجوبا. ثم قال ولا يبلغ بالحد أدنى، ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. ما معنى التعزير؟ التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا، تكون في ذنب، تكون في ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا. اكتب التعريف. التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا، عقوبة غير مقدرة شرعا. اكتب اكتب يا شامل، مكتوب مكتوب. عقوبة غير مقدرة شرعا تكون في ذنب ليس فيه حد ولا كفارة غالبا، تكون في ذنب ليس فيه حد ولا كفارة غالبا، تكون في ذنب ليس فيه حد ولا كفارة غالبا. فهمنا؟ اوكي. قال ولا يبلغ بالتعزير، قال ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، يعني أقل حدود الحركم، أقل حد للحركم 40 في شرب الخمر، في شرب المسكر، صح 40. يعني إذا تعذب بالضرب لا يصل إلى 40، يصل إلى 40، يكون 39 ممكن. طيب لو وصل لأربعين ما الحكم؟ يحرم. فقوله هنا ولا يبلغ أي ويحرم أن يبلغ، أفهم الحكم أيضا، واضح؟ ولا يبلغ ما معنى ولا يبلغ؟ أي يحرم على الإمام أن يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. فهمتم؟ قال ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. ثم قال فصل وإذا قذف غيره بالزنا، وإذا قذف غيره بالزنا. ما معنى القذف؟ هذا الذي في سبورة تعريفه ماذا؟ الزنا. طيب ما تعريف القذف؟ القذف هو الرمي بالزنا على وجه التعيير. الرمي بالزنا هذا القيد الأول، أخرج الرمي بغير الزنا، فلو رماه بالكفر أو البدعة مثلا لا يكون قذفا، وإن كان حراما يستوجب التعزير، واضح؟ حراما يستوجب التعزير، لكنه لا يصل إلى حد القذف، تمام؟ على وجه التعيير أخرج ما لو كان على وجه الشهادة، كان على وجه الشهادة فليس قذفا. إذا عندنا قيدان، الرمي بالزنا أخرج الرمي بغير الزنا، على وجه التعيير أخرج ما لو كان على وجه التعيير. قال وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف، تمام؟ ما حد القذف؟ 80 جلدة في حق الحر، 40 جلدة في حق الحر. قال فعليه حد القذف بثمانية شرائط. الثمانية شرائط تنقسم إلى قسمين. قال ثلاثة منها في القاذف وخمسة في المقذوف. ثلاثة منها في القاذف، ثلاثة وسنزيد واحدا، كم تصير في القاذف؟ أربعة. الأول أن يكون القاذف بالغا، فلو أن صبيا قال لشخص يا زاني أو لامرأة يا زانية لا يقام عليه حد القذف، لكنه يعذر بما يزجره. كذلك المجنون لو قال لرجل أو امرأة يا زاني أو يا زانية لا يقام عليه حد القذف، لكنه يعذر. قال والثالث ألا يكون القاذف والدا للمقذوف، فلو أن الأب أو الجد أو الأم أو الجدة قالت
لابنها أو بنتها يا زاني أو يا زانية فلا يحد الوالد بقذف فرعه. فهمتم؟ الشرط الرابع من شروط القاذف لم يذكره الاختيار. فلو أكره على القذف بارك الله فيكم لا يقام عليه الحد. إذن يشترط أيضا الاختيار. كم هذه الشروط؟ أربعة. قال وخمسة في المقذوف. وخمسة في المقذوف وهو أن يكون المقذوف مسلما. فلو قذف كافرا قال عن كافر يا زاني أو قال لكافرة يا زانية هل يقام عليه حد القذف؟ هل يقام عليه حد القذف؟ لا لا يقام. لماذا؟ لأن المقذوف ليس مسلما. الشرط الثاني أن يكون بالغا. فلو قال لصبي أو صبية يا زاني أو يا زانية هل يقام حد القذف على القاذف؟ لا. عاقلا حرا فلو رمى عبدا بالزنا لا يقام على القاذف حد القذف لكنه يعذر في جميع الصور يعذر في جميع الصور يعذر. قال والشرط الخامس أن يكون المقذوف عفيفا. من هو العفيف؟ من هو العفيف؟ من هو العفيف؟ العفيف العفيف من لم يسبق له فعل أحد ثلاثة أشياء. لم يسبق له زنا، لم يزني من قبل، ولم يطأ زوجته في الدبر، ولم يطأ زوجته في الدبر، ولم يطأ محرمه المملوكة له. واضح؟ هذا العفيف من لم يسبق له زنا، لم يزني من قبل. فإذا زنى من قبل هل هو عفيف؟ إذا زنى من قبل هل هو عفيف؟ لا. لو قذف هل يقام الحد على القاذف؟ لا. طيب لو وطئ زوجته في الدبر هل يبقى عفيفا؟ لا. لو قذف لا يقام الحد على القاذف. لو وطئ محرمه المملوك له كيف يعني؟ يعني مثلا أخته أمه اشتراها ووطئها قال لأنها ملك يمين. نقول أخته قال هي ملك يمين هو لا يجوز له. لكن لو أنه وطئها لأنها ملك يمين هي أخته واضح؟ نقول سقطت عفتك. ما معنى سقطت عفتك؟ أي لو أن شخصا قذفك فإنه لا يقام قذفك بالزنا فإنه لا يقام على القاذف ماذا؟ حد القذف وإن كان يعذر. وإن كان يعذر يعني مثلا لو أن إنسان زنى وتاب من الزنا فجاء شخص بعد مدة بعد أشهر أو سنوات وقال يا زاني هل يقام حد القذف على هذا؟ ها؟ لا يقام. لا يقام عليه. واضح؟ لا يقام عليه. لكن بارك الله فيكم هل يعذر؟ نعم يعذر. تمام. إذا متى يوصف الشخص بالعفة؟ إذا لم يسبق له زنا ولا وطء زوجته في الدبر ولا وطئ محرمه بملك يمين. ومن هنا تعلم أن وطء الزوجة في الدبر يترتب عليه ثلاثة أحكام: التحريم، الإثم، والثاني وجوب التعزير. وبعضهم قيد ذلك بما لو تكرر منه، يعني قيد وجوب التعزير بما لو تكرر منه. والثالث ما هو؟ سقوط العفة. فالذي يطأ زوجته في الدبر تسقط عفته. هذه ثلاثة أحكام تترتب على ماذا؟ على الزوجة في الدبر: الإثم، وجوب التعزير خاصة إذا تكرر منه، والأمر الثالث ما هو؟ سقوط العفة.
ثم قال ويحد الحر 80 والعبد 40. قال رحمه الله ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء. يسقط حد القذف بكم أشياء؟ بثلاثة أشياء. ما هي؟ واحد إقامة البينة. إقامة إيش يعني إقامة البينة؟ يعني الآن انتبه معي، هذا زيد قذف، هذا يطالب بإقامة الحد على زيد قاذف، فزيد ذهب وأتى بالبينة 4 شهداء أنه زنى، يسقط عنه حد القذف ولا يسقط؟ يسقط عنه. إذا أقام القاذف البينة إذا أقام القاذف البينة بزنا المقذوف سقط حد القذف عن من؟ عن القاذف. هذا الأول. ثاني عفو المقذوف، زيد قذف هذا فإن زيد الآن يستوجب الحد لكن المقذوف عفى عنه، قال أسقط عنه حد القذف، يسقط أو لا يسقط؟ يسقط. لكن لو سقط حد القذف فإن هذا لا يعتبر محصنا في حق زيد مرة أخرى، بمعنى لو أن زيدا مرة أخرى قال عنه يا زاني فإن هذا ليس من حقه أن يطالب بإقامة الحد على زيد، لأنه قد عفى من قبل. واضح أو لا؟ طيب، على الأمر الثاني. الأمر الثالث اللعان في حق الزوجة، لو أن زيدا قذف زوجته بالزنا ولعنها باللعان يسقط حد القذف عن الزوج، واضح؟ عن الزوج، وهذا قد مر معنا قريبا في درس اللعان. إذا كم هذه أمور؟ ثلاثة أمور. نعم. في أمر رابع وهو إذا زيد قذف هذا بالزنا وهذا أقر بالزنا سقط الحد عن كما أن لو زيد أقام البينة يسقط عنه الحد، كذلك لو أقر المقذوف بالزنا سقط الحد عنه. واضح أو لا؟ هناك أمر خامس وسادس لكن لا نطيل المقام بذكرهما. قال رحمه الله فصل ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا، من شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40 ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، يعني 40 حد، وما زاد عن 40 ما زاد عن 40 تعزير. قال ويجوز، أي ويجوز للإمام أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، أي إذا كان الشارب حرا، أما العبد فيبلغ به كم في التعزير؟ النصف 20، يزيد 20. نعم، يعني فيكون الحد كم حد العبد إذا شرب الخمر؟ حد 20 أو 40. العبد في شرب الخمر حد 20 أو 40، ينصف أو لا ينصف؟ أظن ينصف 20 و20 40، أظن هكذا. نعم، لكن نحتاج أن نتأكد من هذا. قال ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، ثم قال ويجب عليه بأحد أمرين، أي يثبت شرب الخمر بأحد أمرين، ما هما؟ الأمر الأول البينة، والبينة أي شهادة عدلين ذكرين يشهدا أن فلانا شرب الخمر، هذه بينة، شهادة عدلين ذكرين، تمام، أو الإقرار، أو الإقرار، والإقرار مر معكم إخبار بحق على نفسه. قال ولا يحد بالقي، أي إذا تقيأ الخمر لا يحد به احتمال أنه شربها ظانا أنها عصيرا مثلا، يعني شربها لشبهة، ولا يحد بالاستنكاح، أي إذا
ثم منه رائحة الخمر لا يحد بذلك. نعم. هنا قال ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا، قال من شرب. طيب لو تناول شيئا يخدر العقل، يخدر العقل لكنه ليس شرابا، كبعض النباتات أو بعض الأدوية، هل يقام عليه حد الخمر؟ لا. هل هو حرام؟ نعم، ما يخدر العقل حرام. هل هو نجس؟ لا، لأن النجس هو المسكر المائع. إذن الخمر هي الشراب المسكر الذي له شدة مطربة بحيث صارت له رغوة، هذا يترتب عليه ثلاثة أحكام يا شامل. الشراب المسكر هذا تترتب عليه كم أحكام؟ ثلاثة. أول النجاسة لأنه مسكر مائع، والثاني تحريم الشرب، تمام، تحريم الشرب ولو لقطرة منه قليل وكثير لا فرق، والثالث الثالث الحد. أما ما كان من النباتات أو الأدوية فهذه من حيث الطهارة طاهرة، من حيث التحريم يحرم ما خدر العقل منها دون ما لم يخدر العقل لا يحرم، ولا يترتب الحد على يترتب الحد على تناول. وأظن أني ذكرت لكم هذا مفصلا في شرك الياقوت، تذكرون أو لا؟ نسيتم الياقوت في بداية الفقيه، وفي الياقوت لم أذكر، أذكر في الياقوت أذكر. ممكن أن تسقط للسهو يا شيخ عبدان. قال رحمه الله تعالى فصل، هذا الفصل في قطع يد السارق، اليوم نريد أن نكمل الحدود، تمام، بقي قليل، بقي نصف ساعة نكمل بها إن شاء الله. فصل، وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط. السرقة، ما معنى السرقة؟ اكتب أخذ المال من خفية من حرز مثله، أخذ المال خفية من حرز مثله، أخذ المال خفية من حرز مثله. السرقة أخذ المال خفية من حرز مثله. أخذ المال خفية من حرز مثله. كتبتم؟ إيش كتبت يا شامل؟ سرقة من السرقة، أخذ المال ما كتبت، لماذا لم تكتب يا شامل؟ شامل عفوا، أحد ماذا كتبت يا أحد؟ لما قلت المال أخرج ماذا؟ الاختصاص، فأخذه وإن كان حراما لكن ليس سرقة، سرقة، تمام. أخذ المال خفية، أخرج ما لو أخذ المال جهرا من حرز مثله، أخرج ما لو أخذ المال من غير حرز، والحرز هو مكان حفظ المال بحسب العرف. الحرز، ما معنى الحرز؟ مكان حفظ المال. النقود أين تحفظ؟ النقود تحفظ في، تحفظ النقود في الصندوق عادة، تمام، اليوم يحفظونها في المصارف، قليل الذي يحفظ النقود في البيت، غالبا في المصارف، في اس اي في ار اي مدري ايه، واضح نياجرا ومانديري واشياء فيها، تمام، ايوه. اذا حفظ، حفظ المال اين يكون؟ النقود اين يكون؟ غالبا في الصندوق قديما، نقول الفقهاء قديما، حفظ السياره في المكان المخصص لها، مثلا في الحوش او في الكراج يسمى، ادري باللغه الانجليزيه او بغيرها، كراج. حفظ البهائم في الزريبه، تمام، حفظ الثياب في الدولاب، هذا واضح. اذا كل شيء له حرز، ما معنى الحرز؟ المكان الذي يحفظ فيه الشيء عاده.
مرجعه العرف بحسب العرف. إذا أخذ المال خفية من حرز مثله هذا يسمى سرقة. يمكن نضيف قيد في التعريف وهو ظلما. ظلما ظلما. لماذا قلنا ظلما؟ لأنك لو أخذت مالك مثلا، أنا رهنت هذا الهاتف عند لقمان، أخذت دين، قال أريد رهن، وضعت هذا الهاتف رهنا عند لقمان، ثم احتجت إلى الهاتف قلت أريد هاتفي، قال لا، لما تسدد الدين أعطيك، فدخلت بيته وأخذت الهاتف وخرجت، هل يعتبر سرقة؟ أخذت هاتفي. نعم هو حرام لا شك، لكن هل هو سرقة؟ ليس سرقة، أنا أخذت مالي، واضح؟ أخذت مالي. أو مثلا أنا قضيت الدين، أعطيته الدين، أقول له أريد الهاتف، أقول له أعطيك الهاتف، هو ظالم أو لا؟ فأنا أخذت حقي، واضح أو لا؟ هنا لا يعتبر سرقة، هنا لا يعتبر سرقة، بمعنى لا يترتب عليه حد القطع، حد السرقة. قال وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط: أن يكون بالغا وعاقلا، هذا واضح، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، الدينار يساوي 4 جرام وربع، ربع دينار يعني جرام وقليل، الجرام الآن تقريبا في بلادكم قريب مليون، 100 إلى مليون، واضح؟ بالتالي نقول لو سرق ما قيمته مليون روبية تقطع يده. قال من حرز مثله أخرج ما لو كان المال هذا غير محرز، كأن وجد مثلا محفظة فيها نقود مرمية في الشارع أو في المسجد أخذها، هذا لا قطع به، تمام. قال أن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، ربع دينار، وإن لم يكن يظن أن قيمته ربع دينار، يعني مثال لو أنه سرق ثوبا، وجد ثوبا في عرزه فسرق الثوب، وفي داخل الثوب 10 دنانير، وهو لا يعلم، قال أنا كنت أريد الثوب، لا أعلم أن بداخلي 10 دنانير، تقطع يده أو لا تقطع؟ قيمة الثوب لا تساوي ربع دينار، لكن ما في داخله أكثر من ربع دينار، 10 دنانير، تقطع يده أو لا تقطع؟ تقطع يده، تقطع يده. هنا لا تأتي قاعدة لا عبرة بالظن إذا تبين خطأ، واضح؟ هنا تأتي القاعدة. قال هنا أن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه، لا ملك له فيه. أما لو كان له ملك مثل ماذا؟ المثال الذي تقدم، أخذ الراهن العين المرهونة، له ملك ولا شبهة، مثل لو سرق الفقير من بيت المال لا تقطع يده، لأن له شبهة، له حق في بيت المال. قال ولا شبهة في مال مسروق منه، كذلك لو أخذ الوالد من مال الولد أو أخذ الولد من مال الوالد، واضح؟ أيوة، لا تقطع، يغود الشبهة. ثم قال وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، أين مفصل الكوع؟ الكوع، أين هو الكوع؟ هذا من هنا، وعظم يلي الإبهام كوع، وعظم يلي الإبهام، أين الإبهام؟ هذا، أين العظم الذي يليها؟ هنا، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، هنا في عظم يلي الخنصر، هذا الكرسوع يسمى، هذا العظم يسمى الكرسوع، هذا الكوع، وهذا أين الرسل؟ الوسط. وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وصل، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وعظم يلي إبهام، أين هو يا لقمان؟ أين العظم الذي يلي الإبهام؟ أين هو؟ وعظم يلي إبهام رجل، أيوة، أين هو العظم؟
ايوه هذا يسمى ايش؟ بوع. وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم تحفظون هذا ولا لا؟ اكيد لم اقل لكم هذا من قبل. اكتب حفظتم الابيات السابقه التي اتيتكم، ابيات الرضاعه، وينتشر التحريم من مرضع الى فصول فصول، والحواشي من الوسط، وممن له در الى هذه، ومن رضيع الى ما كان من فرعه فقط. حفظتم ولا لا؟ حفظتم وليمه عرس ثم قرص ولاده، عقيقه مولود وكيره ذي بنا. لم. واه يا الله. حفظتم حقوق الزوجه في النفقه سبعه، طعام وأدم ثم سكن، طعام وأدم مسكن ثم طعام وأدم مسكن ثم كسوة، وآلة تنظيف متاع لبنيان، ومن شأنها الإقدام في بيت أهلها. لم تحفظوا على زوجها فاحكم بخدمة إنسان. ما حفظتم؟ إيش حفظتم؟ لم تحفظوا، لا تحفظون شيئا. عجيب، لماذا لا تحفظون؟ تحفظون نهاية التدريب. جيد، هذا الذي يشفع لكم أنكم تحفظون نهاية التدريب. سيأتي وقت إن شاء الله سوف تلزمون بالحفظ. أنتم الآن في زمن الفسحة، سيأتي عليكم زمن الشدة. سأكتب لكم الأبيات ها، لكن تحفظونها، تحفظونها. أحد تحفظها. وعظم يلي الإبهام فوع، وما يلي لقنصره الكرسوع، والرزق ما وصل، واضح. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، ببوع بوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وعظم يلي الإبهام، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي بخنصره الكرسوع، والرزق ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فهمتم ولا؟ ايوه. هي سريعا سريعا حتى نكمل الحدود. قال رحمه الله تعالى: وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، الكوع، واضح. عرفتم الكوع اين؟ فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، تمام. فان سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فان سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فان سرق بعد ذلك عزر، عزر بسجن مثلا أو ضرب، وقيل يقتل صبرا. ضعيف جدا هذا، تمام. كان لا حاجة أن يذكره هنا، لا حاجة أن يذكره. قال: فصل. وقطاع الطريق على أربعة أقسام. قطاع الطريق على أربعة أقسام. القسم الأول: إن قتلوا ولم يأخذوا المال، فما حكمهم؟ قتلوا. ما معنى قتلوا؟
أي قتلوا حتما. إيش معنى حتما؟ حتى لو عفى أولياء الدم عن القتل يجب على الإمام أن يقتلهم. واضح؟ حتى لو قال أولياء الدم نحن نعفو يجب على الإمام قتلهم. قال إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا أي حتما. فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. قتلوا وصلبوا. الواو هنا قتلوا وصلبوا. الواو هنا للترتيب. أي يقتلون أولا ثم يصلبوا. بعد قتلهم يغسلون يكفنون يصلى عليهم ثم يصلبون ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يدفن. واضح؟ قال وإن أخذوا المال ولم يقتلوا. أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خناع. أي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وتقطع المرة الثانية اليد اليسرى والرجل اليمنى. قال فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مال. لكن أخافوا المسافرين ولم يقتلوا حبسوا وعزروا. حبسوا وعزروا. الحبس نوع من التعزير. التعزير يشمل الحبس والضرب وغيرهما. صح؟ فعطف التعزير على الحبس من باب عطف العام. قال حبسوا وعزروا. الحبس نوع من التعزير. فعطف التعزير على الحبس من باب عطف العام على الحبس. إلى متى يحبسوا؟ حتى تظهر توبتهم. حتى تظهر توبتهم. ثم قال إذا كم صارت الحالات الآن؟ إذا قتلوا فقط. الحالة الثانية قتلوا وأخذوا المال. الحالة الثالثة أخذوا المال ولم يقتلوا. الحالة الرابعة أخذوا السبيل فقط ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا نفسه. أربعة. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه أي قبل أن يقدر الإمام على قبضه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. إيش معنى سقطت عن الحدود؟ يعني مثلا يسقط عنه تحتم القتل. لكن إذا قتل قتل وإذا عفى أولياء الدم لا يقتل. إذا أخذ المال ولم يقتل الواجب هنا في قطع الطريق أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. يسقط عنه قطع الرجل اليسرى ويبقى قطع اليمنى. واضح؟ أيوة. ثم قال رحمه الله فصل ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه. انتبه معي هذا الفصل يسمى أحكام الصيام. والصائل هو المعتدي. الصائل هو المعتدي. قال هنا ومن قصد بأذى في نفسه واحد أو ماله اثنين أو حريمه أي عرضه ثلاثة فقاتل. ما حكم هذا القتال؟ قتل المعتدي على النفس، قتل المعتدي على المال، قتال المعتدي على العرض، ما حكمه؟ لم يبين، أبهم الحكم، قال فقاتل. إذا كان انتبه معي تفصيل، انتبه معي look at me انظر. إذا كان المعتدي يعتدي على المال فقتاله جائز. طبعا هذا من حيث الأصل باستثناءات، لكن من حيث الأصل إذا كان المعتدي يعتدي على المال فقتاله جائز. إذا كان المعتدي يعتدي على العرض ولو عرض غيرك ولو كافرة فقتاله واجب. إذا كان المعتدي يعتدي على المال فقتاله جائز. إذا كان يعتدي على العرض ولو عرض غيرك ولو كافرة
فالقتال واجب. إذا كان المعتدي يعتدي على النفس فهل دفعه واجب أو جائز؟ تفصيل: إذا كان هذا المعتدي كافراً فدفعه واجب، وإذا كان مسلماً معصوماً واضح فجائز. إذن كم صارت الأحكام؟ 2، في حالة يكون واجباً وفي حالة يكون جائزاً. متى يكون واجباً؟ إذا كان المعتدي يعتدي على العرض أو يعتدي على النفس وهو كافر. متى يكون جائزاً؟ إذا كان المعتدي يعتدي على المال أو يعتدي على النفس وهو مسلم معصوم. واضح أو لا؟ قال: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه. إذا قتلته لا ضمان عليه فهو مهدور. ثم قال: وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته الدابة. راكب الحصان أو راكب الجمل إذا أتلفت دابته شيئا، أتلفت نفسا، أتلفت مالا، فالضمان على من؟ على الراكب. وقوله على راكب الدابة يشمل ما لو كان مالكا لها أو مستأجرا أو مستعيرا، فلا يشترط أن يكون مالكا، ولذلك لم يقل وعلى مالك الدابة، وإنما قال وعلى راكب الدابة، على راكب الدابة وليس على مالك الدابة. قال: وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته من نفس أو مال. ثم قال: ويقتل أهل البغي. هذا أحكام أهل البغي، وهم الخارجون عن طاعة الإمام، الخارجون عن طاعة الإمام. قال: ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في منعة، أي في قوة، لهم شوكة وقوة، فلو كانوا ضعفاء ليس لهم قوة، كالذين يخرجون في المظاهرات يطالبون بحقوقهم ليس لهم قوة، فالإمام لا يقاتلهم، واضح؟ يطالبون بحقوقهم وهم يعني وإن كانوا متأولين لكن لا يسهل الأمر أن الإمام يقاتلهم، واضح؟ لأنه لا شوكة لهم. إذا كان لهم شوكة لهم قوة معقول، لكن إذا كانوا لا شوكة لهم لا يقاتلون، لا يقاتلهم الإمام، بل يرفع الظلم عنهم إذا كانوا يشتكون من ظلم وجوبا. نعم. قال: أن يكونوا في منعة. 2، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام بأن يمنعوا حقا واجبا عليهم كالزكاة مثلا. قال: وأن يكون لهم تأويل سائغ، أي تأويل يحتمل الصحة، سائغ يحتمل الصحة. قال: ولا يقتل أسيرهم، لأنه مسلم، البغاة مسلمون، قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين، هذا مؤمن وهذا مؤمن. قال: ولا يقتل أسيرهم. قال: ولا يقتل، ما حكم القتل؟ حكم مصرح به أو مبهم؟ مبهم أو مصرح به؟ مبهم. طيب ما حكم قتل الأسير للبغاة؟ حرام أو مكروه؟ حرام. قال: ولا يقتل أسيرهم، أي يحرم قتله. ولا يغنم مالهم، أي يحرم أن يكون غنيمة. ولا يذفف على جريح. ما معنى يذفف؟ يجهز عليه، أي يسرع في قتله، في موته. نعم، أي يحرم ذلك. قال: فصل. ومن ارتد عن الإسلام. ما معنى الردة؟ ما هي الردة؟ الردة معناها قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد. الردة ما معناها؟ قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد. الردة معناها قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد. تمام. قال: ومن ارتد عن الإسلام استتيب
ثلاثا، عندك مسألتان، مسألة الاستتابة ومسألة أن الاستتابة تكون ثلاثا، فما حكم الاستتابة؟ قال استتيب، نقول استتيب وجوبا، استتيب وجوبا كعادته أبهم الحكم، استتيب وجوبا. طيب ثلاثا، هل يستتاب ثلاثا؟ هل يجب أن يستتاب ثلاثا؟ المعتمد أنه لا يجب أن يستتاب ثلاثا، بل يستتاب حالا. واضح، لا يجب أن يستتاب ثلاثا. عندكم ثلاثا موجود أو غير موجود؟ غير موجود. أنا موجود، أنا موجود عندكم. أي طبعات هذه رديئة هذه؟ ها؟ موجود عندك، جيد، لكن هؤلاء غير موجود. يشترون من الرخيص، هذا مجان، هذا مجان. قال رحمه الله تعالى: ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا. إذن ما حكم الاستتابة، واجبة أو مندوبة؟ واجبة. طيب ما حكم كونها ثلاثا؟ نقول المعتمد أنه لا يجب أن يستتاب ثلاثا، بل يستتاب حالا. قال: فإن تاب وإلا قتل. قتل وجوبا، المرتد يقتل وجوبا. ولم يغسل، ما معنى ولم يغسل؟ يحرم تغسيله، أو نقول لا يجب تغسيله؟ لا يجب تغسيله. شوف هذه أهمية التصريح بالأحكام، هنا لم يصرح بالأحكام، ولذلك الطالب أحيانا يقرأ ويشعر أنه يحتاج إلى دراسة المتن مرة أخرى، لأنه لم يعطى الأحكام. يعني عندما يأتي الأستاذ يقول ولم يغسل، يمشي عليها، قل لي لم يغسل ما معناها؟ يعني لم يغسل أي يحرم تغسيله، أو لم يغسل أي لا يجب تغسيله؟ إذا كان لا يجب يعني يجوز، صح، يشمل الجواز، لكن إذا كان يحرم حكم آخر. فهمت؟ نقول إيش هنا؟ ولم يغسل أي لا يجب تغسيله، لا يجب يعني يجوز، تمام؟ أيوه. ولم يصلى عليه، ما معنى ولم يصلى عليه؟ أي يحرم الصلاة عليه. شوف كيف التدقيق، هذا مهم. ولذلك سيكلف بعضكم ممن سيبقون معي هنا بما هم يعلمونه، تمام. ولم يدفن في مقابر المسلمين. طيب هنا ولم يدفن ايش يعني؟ يحرم دفنه، يحرم دفنه، واضح. قال رحمه الله: فصل. وتارك الصلاة على ضربين، احدهما ان يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، واضح. والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها، هذا قال يستتاب وجوبا أو ندبا. وجوبا أو ندبا، هنا ندبا، هناك وجوبا. وأكرر لكم هنا أهمية التصريح بالأحكام. لماذا هنا ندبا؟ قالوا لأن هذا مسلم، حتى إذا لم يستتب وقتل دخل الجنة فهو تحت المشيئة، أما ذاك مرتد، واضح، فغلظ في أمره فوجبت استتابته، لأن مآله إلى النار. فهمتم؟ قال: فيستتاب أي ندب. فإن تاب وصلى وإلا، طبعا من الذي يستتيبه؟ القاضي أو من يقوم مقامه، تمام. فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا، وإلا قتل حدا. قتل وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا، وجوبا، ها. وكان حكمه حكم المسلمين. إيش معنى وكان حكمه حكم المسلمين؟ أي يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. الحمد لله، التاسعة والنصف تماما، على موعدنا، انتهينا من كتاب الحدود، نكتفي بهذا. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.